ريونتوندر انكور صحه مزيانه كلشي وزال بخير بيان. الحمد لله استاذ اخويا استاذ جوغي مرة اني زعما نتواصلوا معكم في ظروف احسن من هذه. المغرب تقريبا ما كاين في مشكل، داد اونت هادشي اللي بارونتيز طلب. وهذا. المهم ما كاين مشكل، ما كاين مشكل مرحبا اخويا سي استاذ. مومو. انا اليوم الاتصال ديالي ما عنده علاقه لا بتنديد لا حتى شي حاجه. بغيت غير نوضح النقطه الاولى بعد الاساسيه، ان احنا قسما بالله العلي العظيم الى احنا في هذا الاضراب على مضض، لان احنا ماشي كنا كنطالبوا، احنا كنا جالسين حسب نزل علينا واحد القرار اللي هو فريضه. احنا ما عندناش مشكل في فريضه، فريضه في حد ذاتها ما كاين حتى شي مشكل. الوزير قالك هو سؤال. هو كيعترف انه الخطا وانه ما هضروش معكم قبل ما يحطوا النظام الاساسي. لا ماشي ما هضروش، عامين ديال سميتو هما دابا حيدوا لك كريديبيليتي ديال النقطه، حيدوا لك كريديبيليتي ديال التنسيقيات. واخا هذا الموظف خاصو ينضم لاشنو؟ كيفاش حيدوها؟ الحاجه الاساسيه، الاساتذه ما واقفينش على قبل زياده في الصالير السي مومو. الاساتذه واقفين على انك امبوزيتي علينا واحد الحاجه، انتم جبتوا المتعاقدين ياك، بداو كيديروا اضرابات في بلاصه ما تحلوا معاهم مشكل، جمعتوا حتى النظاميين معاهم في نفس هذا في نظام جديد. واخا مني حطيتوا، علاش دغيا زربتوا درتوه في الجريده الرسميه؟ والنقابات باقي عندهم دي بوان اللي هما ما حسنتوش فيهم، وهما اللي هما مفصليين. ودابا المشكل وانه دابا 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 الوزاره كتقول لك، ورئيس الحكومه هو فاش تلقى مع التنسيق مع السنديكات تلقى معاه قالوا ليه زعما نقادوا الامور، ولكن ما تقتوش بهذه القضيه. هادشي اللي وقع ياك، بنا نقادوا الامور نهضروا ونصلح الامور. ما دارش في الجريده الرسميه حتى يكون اون فيرسيون فيناليزي. واخا واش حنا اللي مقيوسين؟ حنا اوني 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 ايكارتي. ومع ذلك حنا دابا بدا الاضراب. كنظن نتوما شفتوا الاضراب، شفتوا ان الامور وقفات في غير سونس دو تيرم، وكانوا الاضرابات يعني دي بورسونتاج هما تري زيلفي. بديتوا نقاشات، عطيونا باش خرجتوا قلنا انتوما سيروا غدا خدموا، انا مستعد غدا نجي نخدم، غير قول لي اشنو درتوا، اشنو باغيين ديروا. اش غادي تبدلوا؟ شنو مخلي الميوتيزم؟ مخلين الاب كيتصادق مع الاستاذ انه راه هو الديفو، او الاب كي الاب راه حتى هو موظف، حتى هو خدام، حتى هو ما يبغيش انه يتقاس داك الطريف ديال الخبز ديالو. اخويا استاذ مشكل استاذ نكمل لك السيدي مومو. قول لي النقطة الثانية هي ان هاد الاساتذة كما كانوا في المغرب راه ما موحش، راه كنا جالسين حنا خدامين، حنا ما كانش عندنا مطالب وبريالابل. راه احتاج هاد الشيء. واخا من وراء هاد الشيء كتهضروا على التواصل انه ما كانش في النظام الاساسي، دابا كاين شي تواصل اخو. حنا الاعتذار، واخا الاعتذار راه سمعناه، ولكن اشنو درتو من وراه؟ اشنو درتو باش تبدل الامور باش حنا غدا سيدي ندخلوا؟ يلا خويا سعد، هادشي علاش يكون على الوزير دابا شويه، وزير ديال التواصل باش نتفاهموا على كل شيء، الامور كلها دابا خاص يدار الحل اقرب وقت ممكن، لانه اللي كلا العصا في هادشي كامل هما الدراري. صافي هادشي اللي واكل العصا، الدراري واكلين العصا ديال بصح. غير هاد القضيه ديال حنا كنديروا 3 جور، راه كاين دي بروف باش نقول لك اخويا مومو، راه كيدخلوا راه كيجريو راه كيديروا جوج دروس في نفس الوقت، ولا كيشتبروا كيديروا في الدار. حنا ما بغيناش هاد الشيء، باش نقول لك حنا ما باغينش اضرابات. واش انا كرهت نمشي نخدم مع راساتي؟ عندنا اون بون امبيونس مع الدراري اللي كيقول لك ما بقاش القرايه في المدرسه العموميه، باقا القرايه، راه لي ميغ بروف في البوبليك راه هما لي ميغ بروف في البريفي. باقا القرايه دابا هما كيعمموا بيو في الامور غاده مزيان، ما نبقاوش نعمموا حنا ما داخلين. لا ما خصناش، شوف حبيبي، شوف بسعد، شوف اخويا، ما خصناش نعمموا في المسائل الايجابيه، وما خصناش نعمموا في المسائل السلبيه. الله يرحم الوالدين. لانه راه كاين بزاف ديال المدارس العموميه، وكاين بزاف ديال الاساتذه ما نقدروش نقولوا شي حاجه اللي هي على الجميع، ما نقدروش. كاينين حالات، كاينين بزاف الحوايج، كاين النيفو، كاين المستويات. دابا كاين الابتدائي والاعدادي والثانوي تو داخل في لافير، كلشي شي داخل في لافير. دابا الامور معقده، دابا الوصلات الامور ما بين المدرسه العموميه وما بين الوزاره لواحد النقطه ديال صافي بلوكاج. هذا هو البلوكاج، هو هذا وصلتوا البلوكاج، لانه كل واحد الشجاعه. لا سعد، بلوكاج سان بلوكاج، وصلتوا بلوكاج، لانه باش اضراب يبقى شحال؟ دابا شهر دابا ياك شهر، راه جاي الامور. ما يمكنش لا الاساتذه لا الوزاره ما فكروا في المصلحه ديال الدراري، ما يمكنش هذه القضيه، ما يمكنش، غير منطقيه ابدا. باش تخلينا الامور توصل للدرجه دي ما يمكنش. اللي ما يمكنش اخويا سعد عاوتاني، وانه الواحد الوزاره ما يكونش عندها بعد النظر باش تقول ابلاتي
وقيل لا حطينا هذا النظام اساسي وما هضرناش معاهم ما قلنا لهم والو راه ما غاديش يعجبهم الحال وغادي يوقفنا الحركه حتى هادشي ما يمكنش فهمتي الوزاره خصها دابا اللي طلع عطاه سي مومو واش دابا سؤال دابا حنا هما تشاوروا غادي في مشاور واش حنا ما نتعلموش دابا نتوما جلستوا وهضرتوا مع النقابات وهضرتوا مع حنايا باش باش نرجعوا راه ما عندناش مشكل ما عندناش لا مشكل ولكن يهضر يهضر يخرج يقول لك انا ها حنا شنو غنديروا راه فعلا وقلنا عندكم الحق وقلنا عندك الحق بعدا قبل ما نبداو نتناقشوا راه فعلا راه كاين حي فادي وفادي وفادي شتي ما واحد القضيه استاذ نقول القضيه شنو نقول حبيبي واحد القضيه نقول لك شاد لافير ديال الاضراب ديال المدرسه العموميه عرفتي المشكل شنو هو المشكل شنو هو المشكل هو النفس ليغو ليغو لاعب ليغو الوزاره وليغو الوزير مع ليغو الاساتذه ليغو علاش ما قالش لينا على شو علاش ما قالش لينا يقول لنا اسمح لنا ليغو ليغو شو عرفتي واحد الله العظيم بحال شي دري صغار شي الاساتذه الوزاره بحال شي دري صغار علاش ما قالش لي انايا علاش بغى يزرب عليا علاش دري صغار دري صغار لا 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 سي مومو شحال دابا والغلاء ديال الاسعار كاين عمرنا حنا خرجنا درنا شي ادراج لا دابا خلينا دابا في موضوع المدرسه عمرنا طلبنا شي زياده في الاجور في سيمومو ما عمرنا طلبناها عندنا مشكل مع النظام الاساسي فقط ما يدوروش المسائل هذا هو اللي كاين سيمومو فهمتك اخويا سعد فهمتك حبيبي الله يحفظك اخويا مرحبا او بليزير شوف الوزير يكون معنا دابا شويه ان شاء الله واحد ربع ساعه يكون معنا 10 دقائق يكون معنا الوزير مرحبا اوكي وغنتكلموا مزيان على موضوع اخويا وان شاء الله يكون خير من الامور تحل من الدراري يرجعوا لقرايتهم المدرسه والمدرسه العموميه يبغينا من المدرسه العموميه ما تبقاش تاكل العصا حيت ليماج ديالها غدا لور لور وهذا النظام هذا دار باش الامور ديال القدام وليماج ديال المدرسه العموميه غدا لور لور غدا كل شيء غادي وكيتكفس خليكم انا الاذاعه